بداية، جاء في التقرير العالمي للمنظمة العالمية للزراعة أن مؤشرات أسعار المواد الأساسية قد عرفت انخفاضا خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أن أسعارها لا تزال تسجل ارتفاعا قياسيا بالجزائر، مما يطرح عدة تساؤلات حول الجهة المسؤولة عن مراقبة تنظيم هذه الأسعار. أحمد بوطاف يفصل في الموضوع. انهيار في أسعار المواد الأساسية سجلته البورصات العالمية حسب آخر المؤشرات التي أعلنت عنها المنظمة العالمية للزراعة، إلا أن المفارقة أن هذه المواد تواصل تسجيل أرقام قياسية بالجزائر. Mais il faut aussi dire que en ce qui concerne le lait, la poudre de lait, quand on regarde les prix, l'indice des prix de la FAO, la baisse de leur prix au niveau mondial, elle a été de 32%. كاع لي زوبيراسيون دو كوميرس اكستيريور ينداروا افيك باللا دوفيز بالعمله الصعبه. الدينار الجزائري ماهوش عمله، اي ني با دوفيزابل، اي دونك كي يديروا لي زوبيراسيون تاع استيراد المواد هذه، لو تو تشانج يعني تبديل الدينار للعمله الصعبه، سي ان تو اللي يلعب دور كبير وكبير في الاسعار. ويرجع العديد من المتتبعين للشأن الاقتصادي أن اختلال موازين الأسعار بين الأسواق العالمية ونظيراتها الجزائرية راجع بالدرجة الأولى إلى سعر صرف الدينار وغياب آليات تقنية لاستغلال انهيار أسعار هذه المواد. مواد هذه ولا المنتوج هذا راكم بوت كورس، كي ديدوانيه وتخرجوا البخي فاسيال تاعو خدا 65 يورو طن. كيفو ريبيركوتي، لانه علاش كون ما تزيدش في الاسعار تاكلها من لا مارش. ورغم هذه الوضعيه يتواصل دعم الحكومه للاسعار المواد الاستهلاكيه في ظل غياب استراتيجيه عمليه من شانها ان توفر على الخزينه هامشا من الاموال باتت جد ضروريه في عز الازمه الاقتصاديه.